وقصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم، استمعوا لها وفيها فائدة أيضا. جاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هلكت، هلكت وأهلكت، هلك هو بنفسه وأهلك من؟ زوجته. وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. ماذا كان من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنهره؟ أنهره؟ ما نهره ولا زجره، أمره بما يبرئ ذمته، أمره أن يعتق رقبة، قال: لا أجد. قال: صوم شهرين متتابعين. قال: ما استطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: ما عندي. كل المراتب الثلاث ما يستطيعها. ثم جلس الرجل فجيء بتمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: خذ هذا تصدق به، أطعمه 60 مسكينا. فقال الرجل: أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني. سبحان الله، الإنسان عنده طمع. أعلى أفقر مني؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم. هكذا يدعى الناس إلى دين الله في البشر والابتسامة والضحك والتيسير والتبشير، ما هو بالعنف والغضب والغيظ. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. فرجع الرجل الذي خرج من زوجته وهو خائف، رجع وهو غانم معه تمر لأهله. وهل قال: وإذا قدرت بعد ذلك فأطعم؟ لا، إذا سقط عنه حتى الإطعام، سقط عنه لأنه لا يستطيع. والله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.